انا اعرف سعد المجرد بصفه شخصيه، شخص محترم متربي، اعرف امه وابوه بشكل كويس. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد كان فكر في ان هو يؤذيه او يضره. انا اعرف سعد وواثق انه لن يصدر منه اي شيء مخل او اي شيء غير طبيعي، لان انت بتعرفي الانسان من تربيته. انا عرفت امه وابوه، يعني هؤلاء الاشخاص ما ينتجش منهم غير شخص محترم ومتربي ومتواضع اللي هو سعد. في الأزمة والله أنا كلمتهم، ما للأسف ما تليفوناتهم فيها مشاكل. بقول له يا سعد ربنا كبير ولا يهمك من أي حد. في الآخر يعني لو اجتمع أهل السماوات على أن يضروك بشيء لن يضروك. أنت في الآخر مش هيقدر يظلمك غير نفسك، انما ما تخافش ان بني ادمين يقدروا يظلموك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.